غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. كم تكلم؟ مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا. مع حضرتك أبو مريم من نيويورك. أهلا وسهلا بيكي. سلام ونعمة. يا اهلا بك. اهلا وسهلا بك. في حد موجود من المذيعين لو عنده استفسار لو تخيل؟ حد موجود من ايه؟ المذيعين او من ممكن عندي استفسار بس كنت عاوز رد عليه لو في امكانيه يعني رب يبارك فيك. طب ممكن حضرتك تقول لي ايه الاستفسار وانا اديلك الشخص المناسب يعني. هو حضرتك استفسار على الكتاب المقدس، في امكانيه الاول ناخد بركة ونتعرف على حضرتك. معاك يا أبو مريم من نيويورك. يا أهلا بيك، أنا عبير. عبير، أهلا وسهلا سيدة عبير، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك ويستخدمه في خدمتك. آمين. في حد موجود يعني ممكن أستفيد يعني ناخد بركة؟ عندي استفسار عاوز يعني إجابة عليه وكده. لو في إمكانية حضرتك، لو في حد من الناس المختصين تديني رقم اتصل بيه يعني خد بركه نستفاد منه يعني ربي يبارك فيك. حد من الناس المختصين عندك استفسار في الكتاب المقدس؟ ايوه مظبوط، الرب يباركك. مظبوط صح. اتفضل حضرتك، ممكن تقول لي ايه؟ طيب حضرتك دارسه يعني ممكن تفيديني يعني؟ طيب يعني حضرتك قول لي ايه. ماشي يا سيد عبير، ما في اي مشكله ان شاء الله، ما في الا ما في اي مشكله. اهلا وسهلا بك يا سيد عبير. شوف يا سيد عبير، طبعا الكتاب المقدس واضح، سيدي المسيح له وصايا، وكمسيحي لابد الانسان يحافظ على الوصيه، لا يكسر الوصيه، المفروض الانسان معاه الى الصليب. تمام. فالوقتي مساء على مظبوط. نعم. على سبيل المثال يسوع يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا 14-15. يسوع آخر حاجة قالها قبل الصعود إنجيل متى 28-20، علموهم احفظوا جميع ما وصيتكم به. كمان يسوع بيقول في إنجيل مرقس 8-38، لأني من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء مجد بعيد. أمين. كلام جميل جدا ورائع. وبعدين في إنجيل لوقا 21-33، متى 24-35، مرقس 13-31 يقول السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. طبعا يسوع في معاذ الجبل من أروع ما يكون بيتكلم عن السمو في المسيحية، يقول لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. من الحق أن تزول السماء والأرض وتزول حرف أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. الآن يا فندم زي ما فهمنا هنا، يبقى إحنا كمسيحي يبقى المسيحي المفروض إن هو يحافظ على الوصية وما يكسر الوصية. فالآن حضرتك يسوع يقول في موعظة الجبل: سمعت إنه قيل عين بعين وسن بسن. وإما أنا فأقول لكم لا تقوم الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر. اللي هنا لا تقوم الشر، طبعا هو بيفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، وإن العهد القديم مقابلة الشر بالشر عين بعين وسن بسن. لما يقول لا تقوم الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، وبعد كده بيقول كلام جميل جدا بيفسر فيه ماذا يقصد بهذا الكلام، بيفسر فيه ماذا يقصد فازك. فبقول ايه؟ ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. قفلت التليفون. نحاول مره ثانيه. Thank you.
is unavailable to take your call. Please leave a message after the tone. شفت اللي حصل؟ الآن ما فيش اتصال. تاني. أنا سمعت شخص بيكلمها. ما عرفش سمعت في الخلفية ولا لا. فقفلت الاتصال. بالظبط كده. Is unavailable to take your call. التليفون بيجي دلوقتي عشان ما اتصلش تاني. لا أول مرة اتصل بالقناة دي. بس هم أكيد عارفين. Is unavailable to take your call. Please. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كان معانا على الهواء مباشرة قناة الكلمة. كان معانا السيدة خادمة الرب الله أعلم مذيعة تعمل في قناة الكلمة السيدة عبير كما قال. السيدة عبير بدأت أطرح عليها الكلام. ففي الآخر قفلت السماعة وبعد كده تليفون كان مشغول عشان ما اتصلش مرة ثانية. Hello. Hello. Hello, Mr. Fee. قناة الملكوت. مين؟ قناة الملكوت. مين حضرتك؟ أنا أبو مريم من أمريكا حضرتك. قناة الملكوت. أهلا بيك. أيوة فندم أهلا بيك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. ممكن ناخد بركة ونتعرف على حضرتك يا فندم؟ نور. أهلا أستاذ نور. اسم جميل رائع. أهلا بيك. اسم جميل. شكرا بيك. أهلا. أستاذ نور حضرتك أنا عندي استفسار لو في إمكانية يا رب يباركك. في حد موجود يعني يرد على الاستفسار بتاعي؟ ممكن تدخل على الموقع بتاعنا الموقع قناة الملكوت وتبعت أي مسج أو أي استفسار. لا أنا أفضل حضرتك يكون حد يرد عليا عشان نستفاد وناخد بركة ونسمعه يعني. طب ممكن على الساعة 9 بالليل؟ طب هل حضرتك يا أستاذ نور عندك علم لو سألتك أنا يمكن تخدمني أنت لو تكرمت أو لو في إمكانية يا رب يباركك تديني رقم حد من الناس اللي تحت امرك بخصوص ايه طيب؟ هو سؤال خاص بالكتاب المقدس استفسار خاص. في اتفضل. طيب في امكانيه برضه لو في امكانيه حضرتك تديني رقم ناس من اللي هم المختصين يقدر يفيدني في الموضوع ده؟ ايوه استاذ نور. معاك مع انا ما فيش تليفون قدامي يعني ما خلاص مش يعني مشكله استاذ نور مش مشكله استاذ مش مشكله ممتاز انا سمعت السؤال على العموم وبعدين حضرتك انت قرر يعني فما عندي اي مشكله ان شاء الله ان شاء الله اعتقد حضرتك عندك خبره يمكن حضرتك شماس او كاهن او قس تحت امرك اتفضل طب يا استاذ نور هو العمليه بس يعني ارجو ان انت تسمعني عشان ناخد بركه ونسمع الاجابه من حضرتك الرب يباركك ويبارك تعب محبتك انا بشكرك على ادبك وسعه صدرك اهلا وسهلا بيك حضرتك يسوع في موعظه الجبل بيتكلم كلام جميل جدا جدا وبيوضح ان هو اتى للكمال فبيقول لك لا تظنوا اني جئت انقذ الناموس والانبياء ما جئت لانقذ بل اكمل الان حضرتك طبعا كمسيحي يجب الانسان ان هو يحفظ وصايا يسوع لان انت لو كسرت الوصايا يبقى انت مش مسيحي لابد ان انت تطيعه فيسوع بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي نعم وبعدين انجيل متى اخر شيء قاله قبل الصعود يقول علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وفي نفس الوقت يقول من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات ومن يستحي بكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن إنسان يستحي به متى جاء مجد أبيه. وفي نفس الوقت كرر أكثر من مرة في إنجيل متى ولوقا ومرقص السماء والأرض تزولان وكلام لا يزول. إذا أنت الإنسان كمسيحي المفروض يحفظ الوصية ويكسر الوصية. طب الآن يسوع في موعظة الجبل بصراحة كلام جميل جدا رائع يعني. طب وليه؟
سمعت أنه قيل عين بعين وسن بسن، وإما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. حضرتك معايا؟ في شخص بيتكلم مع حضرتك؟ معاك، أنا تحت أمرك. معايا. شاكرين على أدبك وسعة صدرك. ربنا يخليك. أنت راجل مؤدب محترم جدا صراحة يعني. ربي يبارك والديك يعني. فبيقول إيه؟ وإما أنا أقول لكم لا تقاوموا الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر. خد بال حضرتك، من لطمك على خدك الأيمن فحول الآخر. طبعا حضرتك تعرف تدرس يعقوب ملطي. أنا عندي أكثر من تفسير مسيحي، تفسير أرثوذكسي كاثوليكي بروتستانتي. من دون على سبيل المثال تدرس يعقوب ملطي بيفسر هذا النص ويقول فيه حضرتك في القديم، أي في العهد القديم، منع الله شعبه من مقاومة الشر بشر أعظم. قفل التليفون. خلي بالكم بيجي عندي السؤال وبيقفل التليفون. تاني نتصل بيه تاني. برضه الراجل كان واحد جنبه كلمه، دي قناة مختلفة خالص. ودي فرع القاهرة. بالظبط. زي المكالمة الأولى بالظبط. نفس اللي حصل زي قناة الكلمة، واحد برضو كلمه نفس بالظبط اكزاكتلي. الآن ما بيردش، نفس الطريقة بالظبط ما بيردش الآن. عدم الرد أقوى من الرد. قفل السكة. أقوى من الرد عدم الرد. قفل تاني. كان معانا اللواء مباشرة الآن قناة الملكوت فرع القاهرة، وكان معانا الأستاذ نور. طبعا زي ما انتم شايفين حصل مكالمتين، مكالمة على قناة الكلمة ومكالمة على قناة الملكوت. الاثنين حصل نفس الطريقة. كان الأول بكلم سيدة اسمها عبير في قناة الكلمة، وبعدين شخص كلمها. عندما بدأت السؤال قفلت مباشرة، وبعد كده منعت اني اتصل. كل ما اتصل تاني الخط مشغول. قناة الملكوت فرع القاهرة اتصلت، رد عليا استاذ نور نفس الطريقة بالظبط. عندما بدأت السؤال شخص كلمه، قفل التليفون، حاولت اتصل تاني، كل ما اتصل يقفل السماعة. الو. ايوه الصوت واضح. سعادة الدكتور زكريا. اهلا. اهلا وسهلا بك يا فندم، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. ساعة مباركة سعادة الدكتور زكريا، الرب يباركك يا فندم. طبعا سعادتك متشكرين. العفو يا فندم، حضرتك عالم من اعلام المسيحية في العالم كله يعني، ولنا الشرف نتكلم مع حضرتك. اهلا وسهلا بيك. ده من ادبك وسعة صدرك واخلاقك العالية يعني. سعادة الدكتور الفاضل المحترم، كنا عاوزين ناخد بركة من حضرتك كده. كان عندي استفسار فكنت اتمنى ان حضرتك تسمعه ونسمع منك تعليق، ناخد بركة يعني. ممكن؟ كان عند حضرتك ايه؟ معلش. استفسار، سؤال يعني، استفسار يعني. تحت امرك طبعا. يا سلام يا سلام على الاخلاق الطيبة، يا سلام. شوف يا سعادة الدكتور زكريا، شوف باختصار شديد، كمسيحي لابد ان الانسان يحافظ على وصايا يسوع، لان يسوع يقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. اخر شيء قاله، نعم اخر شيء قاله قبل الصعود، علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. وبعدين بيأكد هذا الكلام، كل من يستحي بي وكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان يستحي به متى جاء بمجده. وبعدين بيقول كلام جميل جدا، السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول. الان يا فندم زي ما حضرتك تفضلت قلت، طبعا كمسيحي المفروض الواحد يحتفظ بالوصية ولا يكسر الوصية. طيب الآن يسوع بيقول كلام في منتهى الروعة في عزة الجبل، يقول سمعت أنه قيل عين بعين وسن بسن، وإما أنا أقول لكم
لا تقاوم الشر. من لطمت على خدك الأيمن فحول له الآخر. حضرتك بالنسبة لمقاومة الشر، أنا حضرتك عملت بحث في التفسيرات، في عندي تفسير أرثوذكسي لتدرس يعقوب ملطي، في عندي التفسير التطبيقي عمله أكبر علماء البروتستانت في العالم حضرتك تعرف أكيد، وفي عندي تفسير أو شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للدكتور العلامة منيس عبد النور. الثلاث دول اتفقوا على شيء مهم جدا، وهي عدم مقاومة الشر، مقاومة الشر بالخير. واستشهدوا بكلام الآباء مثل القديس أغسطينوس اللي هو قال إن هناك ست درجات لمقاومة الشر. عشان ما أطولش على حضرتك، الدرجة السادسة وهي الدرجة اللي رفعنا بها السيد المسيح إلى درجة الكمال، وهي الشر بالخير وعوامته، ناظرين إلى الشرير كمريض يحتاج إلى علاج. نفس الكلام قاله القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول لا تطفئ النار بنار أخرى إنما بالماء. تمام حضرتك؟ نفس الكلام قاله تفسير تدرس يعقوب ملطي، قاله شبهات وهمية على الكتاب القدس الدكتور علامة منيس عبد النور، قالوا التفسير التطبيقي وعامله أكبر علماء اللاهوت في العالم كله، نفس الكلام، مقاومة الشر بالخير. عشان ما أطولش على حضرتك، الآن يسوع بيفسر الكلام الجميل ده بيقول: وإما أنا فأقول لكم لا تقوموا الشر من لطمك على إحداك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد، بيشرح، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء. أنا عملت بحث على كلمة الرداء وثوبة في النص اليوناني، فوجدت الكلمة الأولية الثوب تقول هيتون، وكلمة هيتون تعني الثوب الخارجي. كلمة الثانية الرداء وجدتها تعني هيمتون، وتعني الرداء الداخلي. فإذا حد طلب منك الرداء الخارجي اديله الرداء الخارجي. لكن حضرتك لو رجعنا إلى النص باللغة العربية واللغة الإنجليزية doesn't make sense. ليه؟ لأن مش معقول يسوع بيقول إذا حد طلب منك الرداء الخارجي فأعطيه الرداء الخارجي. الترجمة خاطئة الإنجليزي والعربي، لأن الترجمة الإنجليزي بتقول إيه؟ الكلمة الأولانية بتقول كوت، وكلمة كوت يعني رداء خارجي، والكلمة الأخرى اللي هي الرداء تقول كلوك، وكلمة برضو كلوك يعني رداء. فالترجمة الصحيحة حسب النص اليوناني: من أراد أن يأخذ ثوبك فأعطيه إيه؟ الرداء الداخلي. طيب الآن كمان حضرتك، والكلمة حضرتك عشان تبقى معايا، الكلمة باللغة اليونانية بالنسبة هيتون، وهي كلمة الرداء الخارجي، بتاخد هيتون، وباللغة اليونانية جي 5509، وتعني اللي هو الكود الخارجي. أنا سامح حضرتك أدين اللي 10 دقايق بس حضرتك كل السؤال أو حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر، معذرة إذا كنت يعني يعني ده للأسف لأن أنا عندي ضيوف، فأنا حاضر حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر، لا ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة يا فندم. المهم يسوع بيقول: وإما أنا أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، وأحسنوا لمبغضيكم، وصلوا أجل الذين يسيئون إليكم. دقيقة واحدة مش هتقطع. وإما أنا أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، وأحسنوا لمبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. الكلام الجميل الرائع ده اللي بيدل على الكمال والسوء أكدوا شواهد كتابية في رومية 12-17: لا تجاوز أحد. يا أخي حضرتك أنا حاطط شواهد، بس قولي السؤال. طيب السؤال بقى يا فندم، سؤال يعني في شواهد كتابية أكيد حضرتك تعرفي. السؤال يا فندم دلوقتي، نفترض يا فندم واحد مسيحي دخل بيته حضرتك، ودخل بيته معاذ الله يعني الله لا يقدر جات فوربيد يعني، وجد انسان بيغتصب امه او بنته او اخته او ابنه، ماذا سوف يفعل؟ هل يكسر وصايا يسوع ويقاوم الشر، ولا يحفظ الوصايا ويباركه ويحبه ويصلي له؟ هو ده السؤال. اذا هو قادر يبقى زي الرب يسوع ويباركه ده شيء عظيم، لكن اذا هو يسوع مستاكن فيه بالكامل هيقاوم الشر. يبقى حضرتك على حسب الشخص، هل هو فعلا عنده قدره وعنده علاقه حقيقيه بالمسيح وطاعة كلامه ده بجد يا حضرتك. مين معايا حضرتك؟ مين ممكن حضرتك؟ حضرتك انا اسمي ابو مريم، او اسمي وسام عبد الله، وانا حضرتك باحث في المسيحيه، وحضرتك ليا موقع اسمه مسلم كريستيان ديالوج، وليا يوتيوب اسمه مسلم كريستيان ديالوج، وحضرتك انا ليا مناظرات باللغه الانجليزيه والعربيه، تقريبا عايش في امريكا،
أنا بشكر حضرتك جدا يا خدام، وربنا يبارك حضرتك. مع ألف سلامة، مع السلامة. إما عارف الاسم، شوف يا أخ وسام، باي باي. كان معانا شخص من أشهر ما يكون على الإطلاق إطلاقا، وأنا طبعا هفسر إجابته، خلي بالكم. هو طبعا قال شيء لازم تفهموه، قال لو هو ساكن في يسوع، يعني لو هو بيتبع يسوع، يعني لو بيؤمن يسوع، لو بيؤمن بالرب يبقى يعمل كما قال يسوع. يعني الإجابة إيه؟ يباركوه. الإجابة إيه؟ يباركوه. يدخل البيت يطلع بيغتصب أمه أو بنته أو أخته بتاع، يباركوا، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، واحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا أجل الذين صلوا. هي دي الإجابة. اللي كان معانا مين بقى؟ اتفضلوا حضراتكم ثواني، أنا قلت كان معانا شخص مهم. شوفوا بقى حضراتكم الدكتور، بس على الله أنطق الاسم صح، أنا هكتب الاسم على التكس برضه، بس هو معروف جدا يعني، وهو مذيع تلفزيوني، وليه يقول الدكتور زكريا استورو، اعتقد نطقت الاسم، معرف صح ولا لا، استورو، الدكتور زكريا استورو، وهو طبيب بشري كارث ومبشر متفرغ للانجيل، وله برامج تلفزيونيه متعدده مثل حياتك في قصه، برنامج مع بصمه، مؤتمرات طرازيه حول العالم كله مثل مؤتمر المراسله والطبيب العظيم، وارسل كلمته. تاني، الدكتور زكريا ستار هو طبيب بشري كارث مبشر المتفرغ للإنجيل، وله برامج تلفزيونية متعددة مثل حياتك في قصة، برنامج بصمة، مؤتمرات كرازية حول العالم مثل مؤتمر المراسلة والطبيب العظيم، وأرسل كلمات. اتفضلوا حضراتكم الاسم اهو، وشوفوا أهمية هذا الرجل وابحثوا عنه. طبعا نعيد تاني الإجابة بتاعته، لو ساكن فيه يسوع يعمل إيه؟ هيباركه. إذا الإجابة إيه؟ باركه. الإجابة إيه؟ ودخلت البيت يا مسيح، شفت عم يغتصب أمك، بنتك، ابنك، هتعمل كما يقول يسوع. الدكتور زكريا ستارو بيقول هتباركه، لو ساكن فيك يسوع تباركه، هتحبه وتباركه وتصلي له. شوفوا بقى التحديث، أنت سمعت جزء، الجزء الأولاني التحديث، خدوا بالكم اللي هو الجزء الخاص بالنص اللي هو من أراد أن يخصمك وأخذ توبة. إن شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل مرة تانية أما أكون أحسن في سؤال. الجزء الثاني الشواهد الكتابية اللي بتأكد، سامعين؟ الشواهد الكتابية اللي بتأكد عدم مقاومة الشر. شواهد أخرى كتابية تؤكد إن أنت ما تقاوم الشر. فكده مشكلة أكتر من الأول. المشكلة كمان ان النص العربي والانجليزي غلط، النص الانجليزي والعربي غلط، لان الكلمتين تحمل نفس المعنى. ليه؟ لو قلنا هنا النص العربي يقول لك ايه؟ من اراد ان ياخذ ثوبة فاترك له الرداء. طبعا الثوب اللي هو الرداء الخارجي. طيب اذا كان الكلمة الاخرى الرداء الخارجي، طب هل ده ميكسنس تو يو؟ هل دي ميكسنس تو يو؟ هل دي منطقي؟ إذا أراد شخص أن يأخذ ثوبك الخارجي فأعطيه ثوبك الخارجي، ولا إذا أراد شخص أن يأخذ ثوبك الخارجي فأعطيه الداخلي؟ ده في النص اليوناني، النص اليوناني، لأن الكلمة بتاخد الأولى هيتون وتعني الخارجي، الكلمة الثانية تاخد هيمتون وتعني الداخلي. فإذا أراد شخص الخارجي أعطيه الداخلي. الترجمة الإنجليزي برضو doesn't make sense، مش منطقي، ترجمة خاطئة. ليه؟ لأن مستخدمين كلمتين، الكلمتين تؤدي نفس المعنى. الكلمة الأولى هي الثوب، وهي كوت، وكوت هو الرداء الخارجي، والكلمة الثانية اللي بيقول عليها رداء كلوك، وكلوك برضو عن الرداء الخارجي. هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ من أراد أخذ الرداء الخارجي فأعطيه الرداء الخارجي؟ لا، من أراد أن يأخذ الرداء الخارجي فأعطيه الرداء الداخلي. بمعنى إيه؟ يعني لما أخذ حضرتك لابس بنطلون كمسيحي اديله حضرتك الملابس الداخلية، لما أخذ الأندرور بتاعك، دي معناها بالظبط حرفيا يعني. ده تعليم يسوع. لسه بقى كمان في شواهد كتابية، والشواهد الكتابية هنقولها في الصلاه اللي بعد كده. الشواهد الكتابية مهمة جدا، لأن بتأكد اللي إن لا تقوم، مش الكلام، مش كلام يسوع بس، ما كلام يسوع بس. سلام ونعمة، سلام ونعمة.
اهلا وسهلا بيك. الكنيسه اونلاين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ربي يباركك. يعني حضرتك يعني في كلام طيب، لا تتردد في الاتصال بنا، نحن هنا لخدمتك والرد اسئلتك. تمام. طيب كان عندي استفسار بقى، طالما يعني نسمع من حضرتك ناخد بركه. يعني اولا مع حضرتك، تحت امرك حبيبي. متشكرين. فمع حضرتك ابو مريم من امريكا، يا ريت ناخد بركه نتعرف على حضرتك. اهلا وسهلا حبيبي. مين معايا ناخد بركه؟ اسمي رضا. اسم حضرتك رضا؟ رضا. 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 حضرتك خادم او كاهن يا استاذ رضا؟ اهلا وسهلا بيك. طب استاذ رضا، يعني اهلا اهلا بيك استاذ رضا. طبعا كمسيح يعني المتحافظ، يسوع بيقول في انجيل يوحنا 14-15، ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وقبل نعم، وقبل الصعود قال في انجيل متى 28-20، علموهم جميعا ان يحفظوا ما اوصيتكم به. تمام حضرتك. وبعدين بيقول من يستحي بي بكلامي في هذا الجيل الفاسق القاطع، فان ابن الانسان يستحي به ويقول السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول. اذا الشاهد من هذا الكلام، المفروض كمسيحي تحفظ الوصية. تمام. المفروض اطلب بكل جماعة حتى بالانجيل يعني. تمام، جميل جدا جدا جدا. طب الوقت حضرتك، الوقت حضرتك في عندك في انجيل متى في الجبل او موعظة الجبل في كلام جميل جدا جدا، يسوع بيحاول يتكلم عن الكمال اللي وصل، الكمال والفرق بين المسيحية واليهودية. فبيقول ايه؟ سمعت انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا بنيامين اللي بيقول كده. ايوه، ما هو بيتكلم على التوراة وبعدين بيتكلم على العهد الجديد. واما انا اقول لكم لا تقوموا الشر من لطم الشر. نعم. لا من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر عين. لا تقوموا الشر من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. حضرتك ال في حضرتك لو نرجع الى، انا ما اعرفش انت الخلفيه بتاعك ايه، هل حضرتك ارثوذكسي او انجيلي او كاثوليكي، بس على العموم لو رجعنا على سبيل المثال، لو رجعنا للتفسير مثلا، تدرس يعقوب ملطي ويقول ان في العهد القديم منع الله شعبه من اقامه الشر بشر اعظم، سامحا لهم بذلك من اجل قساوه قلوبهم. اما وقد دخلنا العهد الجديد فقد ارتفع بنا الى مقابله الشر، لا بشر مماثل او اقل او حتى بالصمت، وانما نقابله بالخير مرتفعا بنا لاعلى درجات الكمال. وبيستشهد بكلام القديس اغسطينوس والقديس يوحنا ذهبي الفم. فالقديس اغسطينوس بيتكلم عن مقاومه الشر 6 نقاط عشان نوصل للمرحله النهائيه. يقول الدرجه السادسه التي رفعنا بها السيد المسيح الى الكمال، وهي وهي عدم مقاومة الشر، وهي مقابلة الشر بالخير، ناظرين إلى الشرير كمريض يحتاج إلى علاج. مفيش أجمل من كده. نفس الكلام قاله القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول إيه؟ مقاومة الشر بالخير، قائلاً لا تطفئ النار بنار أخرى وإنما بالماء. ده بالنسبة للتفسير الأرثوذكسي. لو رجعنا التفسير التطبيقي وعملوا أكبر علماء اللاهوت كلهم تقريباً حاصلين على درجة الدكتوراه في اللاهوت، بيقولوا حضرتك عندما يسيء إلينا أحد كثيرا ما يكون أول رد فعل هو أن نأخذ بصارنا كاملا، ولكن الرب يسوع قال يجب أن نحسن إلى من يسيئون إلينا، لا أن نتجه إلى الرب في التصرف بالمثل، بل أن يجب أن نتجه إلى الرغبة في التصرف بالمثل، بل أن نحب وأن نغفر. يعني واحد شرير ما تقومش الشر بالشر، لا احبه، اغفر له. وهذا ليس امرا طبيعيا ولكنه فوق الطبيعه. والله وحده والذي ده حقيقة. نعم، ده التفسير التطبيقي. دي حقيقة. دي حقيقة مظبوط فعلا، كلامك جميل جدا جدا، وكلامك بينطبق على كلام يسوع، كلام الانجيل والتفسير. فبيقول ايه؟ دي هذا امر ليس طبيعي وفوق طاقة البر، ولكن الله يمنحنا هذه القوة. ده التفسير التطبيقي اللي عمله اكبر علماء اللاهوت. لو رجعنا لشبهات منيس عبد النور، شبهات وهميه لمنيس عبد النور، برضه بياكد الكلام. بيقول ايه؟ هذه العباره المقتبسه من موعظه الجبل
تسبق مباشرة أمر المسيح لتلاميذه بمحبة الأعداء. لا تقاوم الشر يشير إلى أحد الطرق التي بها نظر المحبة للأعداء، فإذا وقع علينا ظلم يجب أن نقابله بالمحبة لا بالنقمة. جميل. الآن حضرتك يسوع بيفسر هذا الكلام ويقول: وإما أنا أقول لك لا تقوم الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء. ممتاز. النص باللغة الإنجليزية واللغة العربية الكلمة الأولى بقول ثوبك والكلمة الثانية بقولها الرداء، لكن الكلمتين تقريبا بنفس المعنى. ليه؟ لأن الكلمتين تعني الملابس الخارجية. حتى كلمة باللغة الإنجليزية بتقول إيه؟ الكلمة الأولى ثوبك كوت، والكلمة الثانية كلوك، وكلمة كلوك تقريبا هي نفس المعنى بتاعني كلمة كلوك. حبيب الرب حبيب الرب بتقول كلمة أقول كلمة وبسمع منها لأن السبك عندي وحش أوي، فأنت بتقول كلمة بسمع كلمة وكلمتين لا. أعد لحضرتك تاني. النص لو النص بيقول ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء. ممتاز. الكلمة الأولى ثوبك والكلمة الثانية الرداء. الكلمة دي باللغة العربية. باللغة الإنجليزية الكلمة الأولى ثوبك الترجمة كوت، وكلمة الرداء كلوك، لكن الكلمتين أساسا تعني نفس المعنى، تعني رداء خارجي. طب حضرتك إذا في مشكلة في المعنى. لو نرجع للأصل اليوناني، اليوناني غير كده. الكلمة الأولى وهي ثوبك بتاخد حضرتك هيتون، هيتون، وهيتون تعني الملابس الخارجية الخارجية. الكلمة الثانية اللي مترجمة بالعرب الرداء أو بالإنجليزي كلوك باللغة اليونانية هيمتون، وبتاخد في قاموس سترونج جي 2440 وتعني الملابس الداخلية. إذا المعنى حرفيا يسوع بيقول إذا أراد أحد يأخذ ويأخذ الملابس الخارجية أعطيه حتى الملابس الداخلية، وده دليل على الكمال والعطاء بلا حدود. تمام حضرتك؟ الآن حضرتك يسوع بيكمل يقول: من سخرك مينا واحدا فاز معه اثنين، ومن سألك فأعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعت أنه قيل العهد القديم: تحب قريبك وتبغض عدوك. اسمع بقى الكلام الجميل بتاع يسوع بقى الروعة السمو الكمال، بقول إيه؟ وإما أنا أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم. الكلام الجميل ده بتاع يسوع بيأكده شواهد كتابية أخرى. مثلا على سبيل المثال روميا الإصحاح 12 العدد 17 ل21 يقول بولس: لا تجاوزوا احد عن شر بشر، معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس، ان كان ممكنا حسب طاقتكم سلموا جميع الناس. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكان للغضب، لانه مكتوب: للنقمة انا اجازي يقول. انا بقول لحضرتك ايه، انت انجيلي صح ولا غلطان؟ انت عارف انا بقول لك انت انجيلي ليه؟ لان انت حضرتك بتقول نصوص، وده دليل ان انت تبع الكنيسه الانجيليه. ما اعتقدش الارثوذكس عندهم القدره ديت النقاش بالنصوص، دي حاجه كويسه لك. المهم: فان جاء عدوك فاطعمه، وان عطش فاسقه، لان انت هذا كانك تجمع جمر نار على راسك. يا الله ينور. لا يغلب لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. بيأكد كلام يسوع. كمان في رسالته الى تسالونيكي 5:15 بيقول: انظروا الا يجازي احد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. نفس الكلام بيقول الرسول بطرس في الرساله الاولى 3:3. برضه صوتك لحد ما صوتك ده يقطع برضه. اقول تاني. هي تكلم وباقي الكلام نفس اللي سبق زي ما قلت لحضرتك. ماشي، ما في مشكله، ما في مشكله. نفس الكلام بيقول الرسول بطرس، بيقول ايه؟ غير مجازين عن شر بشر او شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترسوا بركة. الان الشاهد يا فندم، اذا كل هذه النصوص من كلام يسوع ومن كلام بولس ومن كلام بطرس والتفسيرات المسيحية، جبت لحضرتك تدرس يعقوب مرتي التفسير التطبيقي عامل حوالي 30 عالم من علماء اللاهوت، وجبت لحضرتك شبهات وهمية لمنيس عبد النور. طيب الان السؤال بقى حضرتك، السؤال: لو شخص مسيحي دخل بيته ووجد واحد بيغتصب احد من اهله، امه او بنته او زوجته او ابنه، هل هيحفظ الوصيه كما يقول يسوع: لا تقوم الشر من لطمك على خدك الايمن
من تحول الله الآخر أدعكم أنيكم أحسنهم مغضيكم كما قال نفس الكلام الرسول بولس وقال لا يتجاوز أحد عن شر بشر وكما قال الرسول بطرس غير مغضي عن شر بشر أو حضرتك هيكسر الوصية ولا ينفذ تعليم يسوع ويقاومه إيه الحل حضرتك؟ ما تتكلم في هذا يعني واحد بيعمل حاجة غير طبيعية هتسيب معناها؟ يبقى أنت حضرتك بتخالف كلام يسوع لأن قالك من تفسيرات المسيح لا يا حبيب قلبي يعني طب يبقى كده الدين من دول بقى طب ده تعليم يسوع حضرتك مش عاجبه اتركه هذا تعليم يسوع هذا وصايا يسوع إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي ماشي هديلك مثلا لما قعد نطمه قال له مش رد عليه أنا بقول لحضرتك انا بقول لك دي تعليم يسوع قال له دي تعليم يسوع قال له اذا تكلمت رديت فاشل على رديت طيب جميل جدا وان حسنا من سلمانه بردي جميل جدا انت معنى الكلام ده ايه يعني انا لا اقصد الاساءة اما انسان يؤمر بشيء ولا يعمله او يفعل العكس هذا يعتبر منافق لان انت المفروض تلتزم باللي انت بتقوله انت بتوصي الناس بشيء ولا تفعله لا من هل من هل ده انا مش هسيبه يا محبوب اولا يا فندم يسوع بيقول ايه من لطمك على خدك الايمن فحوله الاخر المفروض يسوع يسمع الكلام اللي هو قاله هو الرب كان يحول الاخر مش يقول انت بتضربني ليه على وشي ده تعليمه هو نفسه ايه كسر الوصية نفسه يا حضرة الفضل يسوع كسر الوصية اللي وصى بها واما انا اقول لكم لا طبعا عمر حبيب ما كسرها عمر الوحيد اللي ما اللي ما ينفع الخطيئة لم يعرف خطيئته ألم يكسر طيب انت من اللي كسر وصية السبت وعقوبة السبت في الوصايا العشر القتل يسوع مين اللي كسرها يسوع؟ لا كسرها كان بيعمل في السبت وكان بياكل هو التلاميذ في السبت كان بيكسر الوصية في السبت واليهود اعترضوا عليه وقالوا له لماذا تلاميذك وانت تكسر الوصية يا محبوب هو كان بيتكلم المحبوب مين محجوب؟ أم بيتكلمك اليهود بالاستاذ اما انا يا حضرة الفاضل انت بتقول مين اللي بيشرع ومين انت بتقول ما كسرش الوصايا كسر الوصايا الوصية بتقول من يكسر السبت او لا يحافظ على السبت يقتل يسوع لم يحافظ عن السبت كسر الوصية ومش اول مرة عايز منك ان عصر عايز منك حضرتك ان عصر الناموس انتهى لكن احنا خاطر لا شوف بقى حضرتك اللي انت بتقول ده لا 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 شوف لكن ما كسرتش لا لا دي واحدة بس دي واحدة لا 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 اللي انت بتقوله ده هذا ليس كلام يسوع اللي انت بتقوله كلام بولس الان تحررنا من الناموس اسمع ماذا يقول يسوع انجيل متى فيه برضو موعظة الجبل الاصحاح 5 العدد 17 لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء قلت له قال له وكمل فان الحق اقول لكم نقد هقول لحضرتك ان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض ولا يدور حرف او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل وبعدين فمن نقض احد هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات حضرتك ارجع لاسم بولس باللغة اليونانية اسمه الصغير وبولس الان الان تحررنا من الناموس بولس الذي قال يصير ابطال الوصية صادقة من اجل عدم رفعها بولس المسيح ما قالش ان احنا نحتفظ بالوصية الى ان تزول السماء طيب بص يا محبوب انا مش محبوب يا استاذ يا استاذ سيبني بس ممكن تكلمني بكره ويوم حضرتك ان انا اقعد في الشارع كل الوقت اللي جاي بتيجي لان عند الشارع كده عايز طيب انا اسمي ابو مريم ممكن اجي لحضرتك بكره طيب بس انا اسمي ابو مريم ابو مريم هذا اول حاجه النقطه الثانيه حضرتك ابو مريم حضرتك بتقول يسوع لم يناقض الناموس لا يسوع ناقض الناموس يسوع اولا لم يحافظ عن السبت اجيب لك كمان العهد القديم يقول طيب انا ممكن يعني انا ممكن ارد على حضرتك لو سمحت بس ممكن ارد على حضرتك بكره الساعه كام الساعه كام يا استاذ الكريم ايه الساعه كام بكره يعني ممكن على الساعه 2 كده اتكلمنا على الساعه 2 الساعه 2 بتوقيت مصر هتكون موجود حضرتك طبعا ما ينفعش يكون الوقت متاخر شويه طيب الساعه كام يعني نقول مثلا على الساعة 9 بتوقيتك او 8 بتوقيتك شيء من هذا القبيل اوكي ماشي حبيبي ماشي
الاستاذ رضا مظبوط؟ نعم. ماشي يا استاذ رضا، مع السلامه. ماشي تمام. كان معانا على الهواء مباشره الان الاستاذ رضا ممثل الكنيسه اونلاين. الاستاذ رضا ممثل الكنيسه اونلاين. الو الو، مساء الخير. سلام ونعمه. سلام ونعمه. جمعيه خلاص النفوس. ايوه، اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. مع حضرتك ابو مريم من امريكا. ابو مريم اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ممكن ربي يباركك ويحافظ عليك. الله امين امين. ممكن ناخد بركه ونتعرف على حضرتك؟ انا وكيل من الجمعيه، انا شغال في الجمعيه موظف. اهلا وسهلا بيك. يعني حضرتك الاسم الفاضل ايه؟ نعم، اسم الفاضل، اسم حضرتك ايه؟ ايه اسم سعادتك، اسمك ايه؟ اسمك الشبكه وحش، الصوت وحش، اسم عادي صوتك حضرتك. سعادتك اسمك، اسمك يور نيم. نسيم. نسيم. نسيم اسم جميل، اسم جميل جدا نسيم. ربنا يخليك. اسم حضرتك ايه بقى؟ انا ابو مريم، بس الاسم مين؟ انا اسمي وسام عبد الله. حضرتك اسمك ايه؟ وسام. وسام. وسام عبد الله. نعم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. سعاده الاستاذ نسيم، يعني شكرا يا فندم. كان عندي استفسار يعني لو تكرمت الرب. طب الوقت يعني، طب هل حضرتك ممكن تفيدني بيه؟ حضرتك خادم او شيء او كاهن ولا يعني ممكن تفيدني ان شاء الله؟ ان شاء الله. تمام. طب ممتاز. عندك يسوع بيقول في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا 14:15: ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ايوه. واخر شيء قال يسوع قبل الصعود، قالوا علموهم جميع ما اوصيتكم به. جميل. ايوه. وبعد يسوع من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان يستحي. وبعدين عاد نفس الكلام في متى ومرقس ولوقا، يقول السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول. فالمسيحي المفروض حضرتك يحفظ الوصايا، لان ده تعليم يسوع، احفظوا وصاياي ان كنتوا تحبوني فاحفظوا. ممتاز جدا جدا. طب الان حضرتك يا فندم عندك في موعظه الجبل بيقول كلام جميل جدا يا استاذ نسيم، فبيقول ايه؟ سمعت انه قيل، يعني في العهد القديم، عين بعين عين بعين وسن بسن، واما انا اقول لكم لا تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول الاخر. وبعدين بيقول عشان بيفسر هذا الكلام، ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء. حضرتك انا رجعت للاصل اليوناني وجدت هنا الترجمه هنا فيها مشكله شويه، سواء اذا كان بالانجليزي او بالعربي. ليه؟ لان هنا من اراد ان ياخذ ثوبك فاترك له الرداء. بس كلمة باللغة اليونانية، كلمة الثوب بتاخد في قاموس سترونج اليوناني جي، يعني يوناني 5509، والكلمة تنطق باليوناني هيتون، والكلمة تعني الملابس الخارجية. طيب الكلمة الثانية حضرتك اللي هي مترجمة عربي رداء، بتاخد في اللغة اليونانية جي يعني يوناني 2440 وتنطق هيميتون، والكلمة تعني الملابس الداخلية. يبقى الترجمة الإنجليزي والعربي فيها مشكلة. لماذا؟ حتى الإنجليزي بيقول لك إيه؟ الكلمة الأولى بيقولوا عليها كوت، والكلمة الثانية الرداء بيقول عليها كلوك، بس كلوك وكوت تعني نفس المعنى بمعنى الملابس الخارجية. لكن لو رحنا اليوناني، اليوناني بيقول لك من أراد أن يخصمك ويأخذ الملابس الخارجية فأعطيه الملابس الداخلية، بمعنى السماح اللي أنت بتعطي بدون حدود. المهم حضرتك رجعنا للتفسيرات المسيحية. في عندي تفسير تدرس يعقوب ملطي، انا ما اعرفش حضرتك، يمكن انت انجيلي اعتقد انجيلي. في عند حضرتك التفسير التطبيقي عامله اكبر علماء البروتستانت على مستوى العالم، وفي عندك شبهات وهميه للكتاب المقدس عامله الدكتور مانيس عبد النور. الدكتور مانيس عبد النور بيقول ايه؟ هذه العباره المقتبسه من موعظه الجبل تسبق مباشره امر المسيح لتلاميذه بمحبه الاعداء، فبقوله لا تقوم الشر يشير الشر. نعم، لا يشير بالشر، احسنت، يشير الى احد الطرق التي بها نظهر المحبه للاعداء، فاذا وقع علينا ظلم يجب ان نقابله بالمحبه لا بالنقمه.
فبدلا عم ابو مريم ده انجيل النعمة. ممتاز، كلام جميل جدا، انجيل النعمة. احسن. عم مريم ده انجيل النعمة، لان هو عصر النعمة اللي هو عصر الرب يسوع على الارض. ممتاز، جميل. نفس الكلام. جميل، نفس الكلام بيقوله تدرس يعقوب مالطي، بيقول في القديم اي في العهد القديم منع الله شعبه من مقاومة الشر بشر اعظم، سامحا لهم بذلك من اجل قساوة قلوبهم. اما وقد دخلنا زي ما حضرتك تفضلت بالظبط، كلامك جميل، ودخلنا العهد الجديد، فقد ارتفع بنا الى مقابلة الشر لا بشر مماثل او اقل او حتى بالصمت. برافو عليك، صح كده، صح. انما نقابله انتقلنا من العصر اللي هو كان الحروب وقاتل وامر وسوي ودي، دخلنا في عصر النعمة اللي هو عصر البركة، ولذلك بيقول لك لا تقاوموا الشر بالشر، تقاوموا الشر بالخير. مرتقب. لا احب اعدائكم بيكون عليكم. ممتاز. يعني حط تعليمات صارمه. جميل، جميل جدا، ولازم كمسيحي لازم تنفذها. احسن، كلامك جميل جدا استاذ نسيم. وهنا بيقتبس بكلام مين؟ القديس اغسطينوس. فبيقول ايه القديس؟ بيقول ان السيد المسيح قد دخل بنا الى درجه الكال المسيحي. شوف الجمال، شوف الحلاوه، كاعلى درجات الحب التي يربط الانسان باخيه. اذ يرى العلاقه التي تقوم بين البشر تمر بستة مراحل، وقال ست مراحل العلاقة دي. قال حضرتك ايه المرحلة الاولى؟ وهي تظهر في الانسان البدائي الذي يبدأ بالاعتداء على اخيه. المرحلة الثانية يرتفع الانسان على مستوى الصادق، فلا يبدأ بالظلم اذا اصابه شر يقابله شر عظم. المرحلة الثالثة وهي درجة الشريعة الموسوية التي ترتفع بالمؤمن عن الدرجتين السابقتين، فلا تسعى بمقاومة الشر بشر أعظم، إنما تسمح أن يقابل الشر بشر مساوي. الدرجة الرابعة مواجهة الشر بشر أقل. الدرجة الخامسة يقابل الشر بالصمت. الآن حضرتك تفضل شوف الكمال بقى عند يسوع. الدرجة السادسة التي رفعنا بها السيد المسيح إلى الكمال، وهي مقابلة الشر بالخير مهما يفعل. ناظرين إلى الشرير كمريض يحتاج إلى علاج. نفس الكلام القديس يوحنا ذهبي الفم يقول عن مقاومة الشر بالخير، يقول لا تطفئ النار بنار أخرى إنما بالماء. لو رجعنا حضرتك برضه للتفسير التطبيقي، عامله أكبر علماء البروتستانت حاسين على درجة اللاهوت، وممكن أقول لك بعض الأسماء، يقولون إيه؟ عندما يسيء إلينا أحد كثيرا ما يكون أول رد فعل هو أن نأخذ بصقرنا كاملا، ولكن الرب يسوع قال إننا يجب أن نحسن إلى من يسيء إلينا، لا أن نتجه إلى الرغبة في التصرف بالمس أي الانتقام، بل نحب ونغفر. وهذا ليس أمر طبيعيا ولكنه فوق الطبيعة. تمام حضرتك؟ تمام. الآن بقى بيقول إيه؟ ومن أراد أن يخسر أخذ سبق فترك له الرداء، وبعدين ومن صارت ميلا واحدة فاز مع أسنان، ومن سألت فأعطيه، ومن أراد أن اقترب منك فلا ترده، وبعدين كلام جميل تاني سمعت أنه قيل عين بعين تحب قريبة وتبغض عدوك. تحب قريبك نفسك. لا لا لا، تحب قريبك وتبغض. ما فيش عين بعين عندنا. تحب قريبك وتبغض. لو انا اقول لك سمعت ان قلت عين بعين، لكن انا اقول لا. لا لا انتظر. ما قالش عين بعين وسن بسن والكلام ده. لا لا انتظر. يعني ما اتجلتش دي. لا لا انت حضرتك خليك معايا شويه. انا حضرتك بدات من 5:38، 5:38 سمعت انها قيل عين بعين وسن بسن. اللي انا بقوله لك دلوقتي ده 5:41. فبيقول ايه المتأسف 5:43 سمعت انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. العهد القديم، ايوه، عهد النعمه بقى، الجمال والكمال والسمو يا سيدنا. أيوة. عهد النعمه. واما انا اقول لكم احبوا اعدائكم، باركوا لاعدائكم، باركوا لاعدائكم، احسنوا وصلوا لاجل الذين يسؤون اليك، لاجل الذين يسؤون اليك. جميل جدا جدا. الان بقى ده عصر النعمه، ده عصر النعمه، عصر مثل بالظبط كده. الان هناك شواهد. الرب يباركك ابو مريم، فانا ليا لقاء معاك تاني. بس لا لا دي واحده دلوقتي. لا لا دي واحده، انا سعيد. لا لا انا عرفتك. لا يا استاذ نسيم، طلع اشتغل دلوقتي اللي دي يا استاذ. لا دي استاذ نسيم، دي واحده. انا نصلي من اجل بعض، وان شاء الله نصلي لك وربنا يديك سلامه. لا يا استاذ نسيم انتظر، ربنا يستخدمك اكثر. انتظر يعني من كل الماضي. انتظر دي واحده، انتظر السؤال بقى حضرتك يا استاذ. معاك. شكرا، انا بشكرك على سعة صدرك. نفس الكلام
نفس الكلام بيأكده الشواهد الكتابية في روميا 12-17 من رسول بولس: لا تجاوزوا أحد عن شر بشر. نفس الكلام بيأكده كمان الرسول بولس في تسلونكي: انذروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. نفس الكلام بيقول الرسول بطرس: غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة. السؤال ده حضرتك، لو في واحد دخل بيته وتلاقى لا سمح الله، الله لا يسمح، واحد بيغتصب أمه أو أبوه أو أخته أو بنته أو ابنه، هل هيحفظ وصايا يسوع ولا هيكسر وصايا يسوع؟ هل هيقاوم الشر ويكسر الوصية ولا هينفذ تعليم يسوع؟ لا يقاوم الشر: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا مبغضيكم، وصلوا أجل الذين يسيئون إليكم. هيعمل إيه حضرتك يا أستاذ نسيم؟ سكتت ليه حضرتك؟ ما هو ده السؤال. دي كانت مقدمة. الآن أنت راجل مسيح دخلت بيتك، لا قدر الله اتيت واحد بيغتصب امك او اختك او بنتك او ابنك، ماذا تفعل؟ قدامك حلين. الحل الاول ايه؟ ان انت تحفظ الوصية كما قال يسوع: ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. الحل الثاني حضرتك ان انت تكسر الوصية، لان تعليم يسوع في هذه الحالة اذا كسرت الوصية اذا تعليم يسوع لا تصلح للبشر. بالمناسبة يا استاذ نسيم، الحيوان الوحيد الذي لا يدافع عن عرضه هو الخنزير. هذا ممكن تعمل ما في حيوان على وجه الارض لا يدافع عن الانثى الا الخنزير، دي طباع الخنزير. فقدامك حلين: لا اما انت تحافظ على الوصايا وتحبه وتباركه وتصلي له، لا اما حضرتك هتكسر الوصيه، ومعنى هذا الكلام ان تعليم يسوع لا تصح البشر ولا تصح الفطره السليمه. الحل ايه يا استاذ نسيم؟ الحل ايه؟ شفت حضرتك سكت اهو، الحل ايه؟ ايوه، الاجابه ايه حضرتك؟ هل هتكسر الوصيه ولا هتحافظ على الوصيه؟ دخلت بيتك واحد اغتصب لا قدر الله امك بنتك ابنك زوجتك اختك، هل هتباركوا؟ احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا اجل الدين. نفس الكلام قالوا بطرس، نفس الكلام قالوا بولس. بولس يقول: لا تجاوز احد عن شر بشر، معتن بامور حسنه قدام جميع الناس، ان كان ممكن حسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحبه، ولا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، اغلب الشر بالخير. نفس الكلام قاله الرسول بطرس: انظروا الا يجازي احدا احد عن شر بشر. حضرتك هتعمل ايه؟ هل هتباركوا ولا هتقاوم الشر؟ لو حضرتك باركته يبقى دي مشكلة. ليه حضرتك؟ لان دي دياسة، يبقى انسان ديوس ما عندوش غيرة على اهله. ولو حضرتك ما بردتوش مشكلة كمان، اذا تعليم يسوع لا تصلح للبشر. عدم ردك دليل على الفطرة السليمة فيك بتقول لازم اقاومه، ولو قلت لازم اقاومه اذا تعليم يسوع لا تصلح. عرفت يا استاذ نسيم؟ هذه تعليم لا تصلح للبشر، هذه تعليم ضد الفطرة التي خلقنا الله عليها سبحانه وتعالى. ما في انسان على وجه الارض يدخل بيته وواحد بيغتصب امه او بنته او اخته ويقول له الرب يباركك ويحبه ويصلي له ويسخن له ميه ويجيب له المنشفه بتاع الفوطه. طب ده مين يا بركه؟ نعم يا فندم، مين يا بركه دوت؟ مين اللي مين يا بركه؟ مين يا بركه؟ مش فاهم بتقول ايه حضرتك؟ مين يا بركة اللي انت بتتكلم عليه ده؟ الاخ اسمه ايه طيب؟ عرفنا بيه. اخ مين اللي بتتكلم عليه؟ اخ مين انت بتتكلم عليه؟ انت بتتكلم عليه؟ انت بتتكلم عنه ده؟ اخ مين اللي بتكلم؟ انا بقول لك لو واحد مسيحي دخل بيته وتلاقي واحد بيغصب امه، هيعمل ايه حضرتك؟ هيباركه ولا يقاوم الشر؟ يسوع بيقول باركه، انت هتعمل نسيم؟ لان نعرفه من هنا ونكلم الدكتور صفوت ماشيه. دكتور صفوت مين يا استاذ الفاضل؟ صفوت مين؟ انا بقول لك انت دخلت بيتك، انت شخصيا دخلت بيتك وطلعت واحد بيغتصب بحد من اهلك، هل هتنفذ الوصيه ولا تكسر الوصيه؟ لا، ده انا اتجنبه مغزى في الكلمه دي وما دخلوش بيتي تاني. إذا حضرتك هتقاومه ده 100%، يبقى أنت كسرت وصية يسوع: لا تقاوم الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول الله آخر. وكلامك كل اللي أنت قلته قبل كده بيناقض اللي أنت قلته الآن. طب
قعد تتكلم على السمو والكمال والعهد النعمة. هي ده عهد النعمة، مش انت عاوز عهد النعمة تدخل بيتك واحد يغتصب اهلك تباركه؟ انت مش عاوز عهد النعمة، ده عهد النعمة. عهد النقمة بقى ايه؟ سن بسن وعين بعين. شو اختار بقى انت، انت خليك في النعمة بقى، تدخل البيت حد بيغتصب اهلك الرب يباركك، اهلا وسهلا بيك، تحب اجيب لك المدام، اجيب لك العيال، اسخن لك شويه ميه، اجيب لك شاي، طب انزل حضرتك اجيب لك قهوه، طب لما تخلص اتصل بيا قول لي انا خلصت. هي دي عهد النعمه. انا جبت لك تفسيرات مسيحيه، جبت لك ارثوذكسيه، جبت لك بروتستانتيه. النعمه لما قطع كلام حضرتك انت بتتكلم عنها ما تشيرش للنجاسه. النعمه دي بتغطي الانسان، لما يكون في نجاسه بتغطي النعمه وتغيره. النعمة دي لحظة بقى، عشان انت انا عطيتك فرصة كبيرة تتكلم. النعمة دي قلنا في الاول ملالين بالخطية وبالنجاة وبالعار استاذ نسيم، استاذ نسيم جلبة استاذ نسيم على الطريق، استاذ نسيم استاذ نسيم انت حضرتك صوتك اتغير واخد بالك دايما كنت بتبكي انت بتبكي انتظر بس انتظر انت صوتك اتغير هل انت بتبكي الان؟ هل انت بتبكي؟ لحظة طيب انت بتبكي، انت صوتك اتغير والله صوتك اتغير. فرصة اديني فرصة اتكلم. لو هعرف مثلا خادم هنا وعمل حاجة غلط اقول له بره الكنيسة مع السلامة، لو هعرف جسد مع السلامة. بس النعمة بتستر، المحبة بتختر وبتستر. يا استاذ نسيم هذا ليس موضوعي، انا بقول لك انت كراجل مسيحي دخلت بيتك لقيت واحد بيغتصب اهلك، بس انت ما عرفتناش مين دوا اللي عمل معاك الحاجه دي. ما حدش عامل معايا بالظبط عشان نقدر احنا نوقف الكلمه دي. يا استاذ الكريم انا اساس مش مسيحي. يا اديني فرصه عشان يا استاذ ما حدش عامل معايا حاجه. انا كنت انت درس من جلد درس من جلد اللي قدامك درس الانجيل اشكرك، ودرس كمان كتب النقطة في الكلمة دي غير الانجيل. يعني انا درستك من يوم ولا رد عليك يا سيدي هتيجي معاك هجيلك معاك. طيب انا اشكر ربك استاذ نسيم، انا هقول لك في كلمتين باختصار. يا استاذ نسيم الموضوع مش خاص بيا، الاخ اللي جه عندك ده وربلك العصر على طول يمين عشان احنا ما ردناش العصر. طيب ممتاز ممتاز. خلينا نعمل عندك لا اما يكون عندك جرح وفي مدة يا استاذ نسيم خلينا ارد عليك، خلينا ارد عليك. انت سالتني سؤال يا استاذ نسيم انا مش مسيحي. ايه يا باشا؟ انا ما مسيحي، انا برد بسالك كمسيحي، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انا مش مسيحي، انا برد عليك بسالك كمسيحي، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا بطرح عليك طرح كمسيحي. انا راجل مش مسيحي اساسا. حضرتك ممكن ترجع راجل مسلم. ايوه حضرتك هقول لك انا مين. ادخل على الانترنت اعمل بحث عن الشيخ وسام عبد الله. انا حضرتك ليا موقع اسمه مسلم كريستيان ديالوج، ليا يوتيوب اسمه مسلم كريستيان ديالوج، ليا حضرتك اكتر من 500 مناظره بالعربي والانجليزي، من ضمن الناس اللي نظرتهم علماء من مصر وعلماء من امريكا. انت ما بتكلمش واحد مسيحي، فهمت ولا فهمتش؟ انا بسالك انت الاستاذ نسيم خبطت على البيت، دخلت الباب، فتحت الباب، اتلاقيت واحد بيغتصب حد من اهلك، هل هتكسر الوصيه ولا تحافظ على الوصيه؟ بس انت رد. انت في نوعين عاوز اقول لحضرتك حاجه، في اللي بيكسب الوصيه وفي اللي بيخسر الوصيه. صابع ايديك واخد بقى حضرتك زي بعدها. جميل جدا جدا. اذا كلام حضرتك كلام حضرتك هنا تاخد ودي معاك. صابع ايديك دي ما انا برد عليك يا استاذ نسيم. تاخد ودي معايا يا استاذ نسيم والله انا انا ابويا واخويا الكبير خد ودي معايا. صابع ايديك دي بعدها ما انا برد عليك يا استاذ نسيم. انا برد مش عاوز ارد عليك. ربنا خلق ايه؟ صابع ايديك دي مش زي بعديها في الحلو وفي الوحش. انت لما بتروح تجيب الفاكهه بتبقى فيها جميل جدا ممتاز. اذا انت ربنا اعطاك عينين. الانسان الحلو واخد بالك بيتميز يا استاذ نسيم. الثمار الوحش من الثمار عليه. اذا الثمار الطيب الكويس الحلو هيعمل ايه؟ هيحفظ الوصيه يا استاذ نسيم. ما ده اللي انا بقوله. الله ينور الله ينور. اذا حضرتك تدخل بيتك تلاقي واحد بيغتصب اهلك تقول له الرب يباركك، اي خدمه اعمل لك شاي، اعمل لك قهوه، اسخن لك ميه، اجيب لك فوطه. ما ده اللي انا بقوله بقالي ساعه مع حضرتك.
انت مش هتكسر، لان لو كسرت الوصية معنى هذا الكلام ان كلام يسوع لا يصح البشر، لان ضد الفطرة السليمة. فحضرتك الانسان المطيع اللي بيؤمن بيسوع، يا باشا يا باشا النتاجة حبوا اعداءكم، باركوا لعليكم، احصروا الى مرغضيكم، صلوا لاجل الذين يسوع. تمام يا استاذ تمام. انجيل مات عدد، بص لو معايا انجيل دلوقتي لا طلعها لا، ما انا بقول لحضرتك في آية عمران اللي عندك وقرأ. مش سيبك من آية عمران ومش عمران، احنا عندنا ولله الحمد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من مات دفاع عن عرضه فهو شهيد. لكن انت راجل مسيحي يسوع بيقول لك لمؤاخذة تبقى خواجة، وانت راجل صعيدي عار وشنار عليك، والله عار وشنار. انت راجل صعيدي تدخل بيتك بتلاقي واحد راكب مراتك وتقول له الرب يباركك، شفت الفرق بقى؟ شفت؟ وانا بقول لك باللفظ العامي المصري، وانت صعيدي داخل البيت واحد راكب مراتك تقول له الرب يباركك، ليه؟ عشان يسوع حضرتك، عشان يسوع حضرتك. الو الو، مين معايا الان؟ هنستأذن كده خلاص عشان احنا عندنا شغل، وربنا يباركك وصلي ربنا يديك نعمة. مع السلامة يا استاذ. خلي بالك هو مش نفس الشخص، شخصين، ده الاولاني والصعيدي التاني، وبعدين رجع للاولاني. انتوا مش منتبهين، الاولاني غير التاني، التاني صعيدي، واقسم بالله اسمع صوته كان بيبكي بيعيط زي ما بيقولوا المصريين، وبعدين رجعني ما عرفش يرد، رجعني تاني رجع. يعني هو افتكر الصعيدي هيرد، افتكر الصعيدي هيرد، الصعيدي برضه اتزنق راح اخد هو التليفون وقال نسمع مع السلامه. اتفضل. كان معانا اللي هو مباشره الان جمعيه خلاص النفوس فرع القاهره، جمعيه خلاص النفوس فرع القاهره، جمعيه خلاص النفوس فرع القاهره. كان معانا اتنين، رد الاول واحد اسمه نسيم، هذا راجل مش صعيدي، فما اتزنق دخل واحد تاني تقريبا كاهن يرد، فما الراجل بكى حتى محسن لاحظ وكده بتاع التكس بيعيط، فما اتزنق راح رجع التاني الاولاني اسمه نسيم، وفي الاغلب ان انا اقفل التليفون. الو الو، مساء الخير، سلام ونعمه. الو، اهلا، مساء الخير، سعاده القس الفاضل الدكتور جورج. وانت كيف بالضبط؟ اكسكيوز مي، حضرتك بتتكلم عربي؟ سبيك عربي كوريكت. نعم، من انت؟ انا حضرتك اسمي ابو مريم وبكلم سعادتك من امريكا، من نيويورك. اهلا وسهلا سعادتك يا فندم. وكيف رقم الهاتف تبعك؟ حضرتك انا بتكلم عن طريق السكايب، ده مش هاتف حضرتك. فمش انا بقول لحضرتك التليفون طبعا. يا حضره الباشا، الموضوع الرقم مش مشكله، انا بس عندي استفسار لحضرتك بس، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. ممكن تبعت لي رقم التليفون؟ انا بقول لسعادتك انا يا دكتور جورج، يا دكتور جورج، مش هتفرق انا اطلبك او انت تطلبني، انا بكلم حضرتك الان، وانا بكلم حضرتك عن طريق برنامج سكايب، وبرنامج سكايب بيبقى برايفت نمبر، انا مش جهات امنيه ولا بتاع، يعني مش عارف ايه المشكله حضرتك. انا بقول لحضرتك اسمي ابو مريم. انت مطرح ما موجود يا حضره، يا حضره الفاضل، انا بكلمك عن طريق السكايب، مش مشكله حضرتك. بس ما عندك تليفون؟ انا عاوز اكلمك عن طريق السكايب، ايه المشكله حضرتك؟ بتفرق في ايه هي؟ ايه الفرق؟ ايه اللي مخوف حضرتك من الموضوع ده؟ انت راجل صاحب قناه وراجل مبشر وافنجلست ومعروف على مستوى العالم كله، وصاحب قناه سبيريت، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما بيجي لك واحد على التلفزيون بتقول له اديني رقم التليفون، ولا حضرتك بترد عليه؟ مش فاهم انا. التلفزيون يا حبيبي، انت مش عارف انا موجود بامشي لبنان، مملكه فرنسا. طيب انا بطلب منك ارجع اتصل فيك. طيب انت مين وشو تريد؟ حاضر، هقول لك بس ريلاكس، يعني شيل اوت كده. انا اسمي ابو مريم او الاستاذ وسام عبد الله، انا حضرتك راجل باحث في المسيحيه، ولي يوتيوب اسمه مسلم كريستيان ديالوج، ولي حضرتك مناظرات باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وحضرتك راجل معروف جدا ومشهور جدا في الغرب وفي الدول العربيه، القس جورج الخوري. فالكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل على ما انتم عليه من رجاء، والكتاب بيقول اكرم يا حبيبي. نعم، اسمع مني. تفضل.
ارسل لي رقم تليفون انا بتصل فيه. لا 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 خلاص. انا بقول انا مع حضرتك وهقول لحضرتك استفسار وترد عليا. مش عارف ترد خلاص يبقى انت حضرتك انا مش عارف. انت خايف ليه؟ ارسل لي رقم تليفون. انت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ رقم تليفون. انت خايف ليه حضرتك؟ انت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ انت راجل مسيحي. اتفضلوا حضرتك اتفضل. شوفوا بقى مين اللي متكلمه ده. سبحان الله راجل في قمه الرعب. ثواني حضرتك. الدكتور جورج الخولي مبشر ومؤسس قناه الروح بيسافر حوالين العالم للتبشير بيسوع المسيح وبيعمل معجزات. اتفضل حضرتك. كل اللي همه عاوز رقم تليفوني. كل اللي همه هات لي رقم التليفون. تاني الدكتور جورج الخولي مؤسس قناه الروح سبيريت شانل مبشر عالمي ورئيس قناه الروح بيسافر حوالين العالم يقدم خدمات ويبشر بيسوع المسيح وبيعمل معجزات في سفره. حصل ميداليتين شرف من جمهورية فرنسا. مؤسس ومدير عام لمصرفين في لندن. مؤسس ومدير عام لمصرف في البحرين. مؤسس مصرف في هيوستن تكساس الولايات المتحدة الأمريكية مسؤول عنه. عضو في مجلس إدارة ثلاث مصارف لندن جنيف بيروت. رئيس لجنة مصرفية. الرئيس المؤسس لـ ICI جمعية السوق المالية 80 مصرف. الرئيس المؤسس لجمعية السوق المالية العربية ICI. عضو في جمعية المصرفين الدوليين FIBI. عضو في جمعية المصرفين العرب FIBI. مؤسس قناة Spirit Channel قناة الروح. مبشر عالمي بيسوع المسيح ويعمل معجزات في أثناء التبشير. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل وأن يستخدمنا دعاء لله وليس دعاء لأنفسنا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة والوجه الكريم يا ربنا خالصة ولا تجعل لأنفسنا ولا للدنيا ولا للشيطان منا حظ ولا نصيب وتقبلها كلها بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الله أكبر تكبير كل قلب مسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.